فبناء الكعبة كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتم 40 سنة من عمره ككل الأنبياء، لم يبعث نبي إلا على رأس 40. ولكن كان بناء الكعبة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 25 سنة، فكان ينقل معهم. الضمير هنا لا يعود على جابر وأصحابه، وإنما المقصود أنه كان ينقل مع الذين يبنون الكعبة وهم قومه من قريش، فهم الذين كانوا يبنونها في ذلك الوقت الحجارة للكعبة. وهذه الحجارة كانوا يأخذونها من جبل أبي قبيس من وسطه، وقد نقروا نقرا في الجبل ونحتوا منه الحجارة القوية التي لم يمسها المطر ولم تضربها أشعة الشمس لتكون أقوى. وهذه الحجارة منها بنوا الكعبة، وقد بقي المكان الذي كانت تقطع منه الحجارة إلى الآن معروفا في وسط أبي قبيس، ومنه بنوا الكعبة المشرفة بتلك الحجارة. وذلك عندما جاء سيل فهدم الكعبة في الجاهلية، وأبقى قريش على الحجارة القديمة التي كانت من بناء إبراهيم فجعلوها في داخلها. ولما بناها ابن الزبير في الإسلام أيضا ترك الحجارة التي كانت مبنية بها في العهد النبوي وهي بناء قريش فجعلها في داخلها ورصفها، فكان جوف الكعبة مرتفعا على قريب من القامة وعلى قدر ما قدر الباب، باب الكعبة الموجود الآن. وذلك لئلا يبقى شيء من هذه الحجارة المعظمة التي منها ما كان من بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ومنها ما شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره وطاف به ومسحه، فمن المفروض أن لا يفرط في شيء من ذلك، فتركوها في جوف الكعبة. وابن الزبير عندما حفر في جوفها لبنائها وهو يبحث عن بناء الملائكة ما زال يبحث حتى وجد حجارة بيضاء كأسلمة الإبل متماسكة، فعرف ظن أنها بناء الملائكة فضربها بمعول فخرج منها برق، فقال لاهم ما أردنا إلا تعظيم بيتك، فبنى عليها ولم يمسها. ووجد في جوف الكعبة حجرا كتب عليه أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، فأعاده ابن الزبير والصحابة معه في داخل جوف الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشارك قومه في كل ما هو من أعمال البر والخير، فإنه حضر في دار ابن جدعان بمكة حلف الفضول في الجاهلية، وهو أن مكة جعلها الله مثابة للناس فيفدوا إليها الناس من كل أرض ويأتون إلى الحج وإلى العمرة ويأتون بتجاراتهم، فقد أمن الله لأهلها أرزاقهم وجعل هذا البيت مثابة للناس. ولذلك قال فيه سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكان الناس يأتونها بتجاراتهم ومنتجاتهم ومزروعاتهم من كل مكان، فظهر فيها الظلم، فخاف قريش إذا شاع الظلم بينهم ولم يجد المظلوم من ينصره أن يحل بهم ما حل بمن عمروها من قبلهم. فإن إبراهيم عليه السلام لما ترك سريته وهاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام بمكة أول من جاء إليهم العمالقة، فلما شاع فيهم الظلم أخرجهم مضاد الجرهمي واستقر جرهم بمكة. ثم بعد ذلك لما شاع الظلم في جرهم أخرجهم منها الذين جاءوا من سيل العرم من اليمن، ثم بعد ذلك سيطر عليها خزاعة حتى اشترى قصي بن كلاب مفتاح الكعبة من سيد خزاعة وهو أبو غبشان، فاستقر قريش هنالك. وكلما شاع الظلم في مكة لا بد أن ينتقم الله سبحانه وتعالى لأنه جعلها حرما آمنا،
ولا يمكن أن يشيع فيها الظلم الذي لا يوجد من يناصر المظلوم فيه أو من يمنعه. فلما دعا قريش إلى هذا الحلف، وهو حلف ينصر فيه المظلوم ويطعم فيه الفقير ويؤوى فيه ابن السبيل، حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوه به وقال: شهدت في دار ابن جدعان حلفا في الجاهلية، لو دعيت به في الإسلام لأجبته. لو دعيت به معنى لو دعي إلى نصر مظلوم أو إلى إيواء ابن سبيل أو إلى إطعام جائع لفعل، لأن هذا من شريعته أصلا وقد أوجبه الله على المسلمين. ولكن مع ذلك هو تنويه بما كان من فعل الخير، والمؤمن يشارك في فعل الخير ممن صدر، من أي أحد صدر. وسيأتينا إن شاء الله في الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصره الخوارج بداره أطلع على الناس وهو محصور، فقال له عبيد الله بن عدي بن الخيار: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال عثمان رضي الله عنه: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءته. والحديث يدل على أن الإحسان ممن صدر ينبغي أن يشارك فيه الإنسان، وأن لا يهمل نصيبه منه ما دام يجد سبيلا إلى الإحسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم شارك المشركين في بناء الكعبة لأنه عمل نافع وقربة يبتغى بها وجه الله. وما ذكره النووي رحمه الله من أن بناء الكعبة ليس مثل الأوقاف، فقد نقل النووي رحمه الله عن الإمام الشافعي أن الوقف مختص بالإسلام، وأنه لم يكن في الأمم السابقة أوقاف. وقال: ولا يعد من ذلك بناء الكعبة المعظمة، لأنه لم يقع تبررا وإنما وقع تفاخرا. فقريش لم يفعلوه ابتغاء مرضات الله، وإنما حصل منهم ذلك على وجه التفاخر. وقد يعترض على هذا بأنهم عندما أرادوا بناء الكعبة دعوا رجلا من بني عبد الدار اسمه الجادر، وهو الذي يبني الجدر باستوائه، وشرطوا أن لا يجعل في بناء الكعبة إلا ما كان من حلاله. فكان إذا أتاه أحد بمساعدة في بناء الكعبة سأله من أين له هذا المال حتى يتأكد من حله. وعندما قصرت بهم النفقة من الحلال تركوا منها 6 أذرع من جهة حجر إسماعيل فلم يبنوها، وبنوا الكعبة دونها. ولذلك سيأتينا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل أو على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. وهذا الحديث لما حدثت به عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما ولي مكة وحصل للكعبة ما حصل من قدم بنائها، بناها ابن الزبير وبحث عن قواعد إبراهيم حتى وصل إليها، فبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين. ولما رماها الحجاج بن المنجنيق أرسل إلى عبد الملك يستأمره فيها، فأمره أن يردها على ما تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدم الحجاج جانبها الذي يلي الحجرة ولم يهدم كل الكعبة، ولذلك بقي الباب الذي كان في زمان ابن الزبير وهو مقابل الباب الآخر بقي إلى الآن مغلقا بالحجارة على صورته وهيئته. ثم أقر الناس هذا البناء، ولما جاء المنصور وأراد أن يبنيها وأن يعيدها على قواعد إبراهيم منعه مالك من ذلك وقال: أنشدك الله في هذا البيت أن لا تجعله لعبة بأيدي الملوك، كلما ولي ملك أراد أن يذكر فقال هو الذي بنى الكعبة، فحال مالك بين المنصور وبين ذلك ومنعه منه، واستقرت على هذا الحال. ولما بناها العثمانيون في أيام مراد سنة 1040 من الهجرة لم يغيروا ما كان في بناء الحجاج، فكانوا يرفعون الحجر ويضعون عليه الرصاص المذاب ثم يعيدون حجرا فوقه وهكذا، فقوموا البناء ولم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. وهذه المسألة وهي قضية الوقف قد نظمها جدي رحمة الله عليه، فقال النووي: الوقف عن الإمام
النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام. معناها قال النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، إذ لم يقع تبررا بل فخرا، وإنما الوقف لقصد أخرى. ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، إذ لم يقع تبررا بل فخرا، وإنما الوقف لقصد أخرى. الوقف إنما كان لقصد الآخرة فقط.